صراحة قطر درجة الحرارة 50 60، خدت تنظيم كأس العالم. هو ده الرد بتاعي، خدته ازاي؟ ما اعرفش. انا كنت موجود في قناة الجزيرة يوميها، ايوه، وكان معايا ايمن جادة، وكان يوم التصويت، رحت ماسك الايباد، رحت كاتب اسامي اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وحطيت الدول اللي هي امريكا واليابان واستراليا وقطر، وحطيت تصويتات تصويتات تصويتات. انا اعرف واحد واحد في الاتحاد الدولي المكتب التنفيذي اللي هم ال 24، وعارف مين الصندوق الاسود بتاعهم، مين جاك وورنر بتاع ترينداد وتوبيجو، هو ده اللي اتحبس ده او اتفصل او اترفع، هو الحصاله بتاعته، هو الحصاله، هو الحصاله اللي هي والحصاله اللي خدت في 2010، ده الراس المدبر، في 10 الصبح خدت في 2010 شنطه فيها كذا مليون دولار، عارف كل التفاصيل. فرحت حاطط التصوير، لا معلش في جمل مش متعدي، شنطه في شنط اتوزعت، شنط فلوس توزعت، يوم الصبح، يوم التصويت الصبح، يوم التصويت، مليون الدولارات، اتفضل يا فندم. بس يوم قطر انا رحت ماسك الورقه ومكسر، وديت لايمن جاده ورقه، قلت له ادي التصويت، مبروك عليكم قطر. قطر هنخش نكسب امريكا؟ قلت له انا عارف اعضاء المكتب التنفيذي. اول ما طلع التصويت قال لهم المهندس هشام عزمي جابها لي من الكنترول، لان كانت العمليه دي كانت بعد ما تعرضنا لصفر المونديال، فكنت عارف اللعبه دي ايه، اللعبه، عارف خيوط اللعبه ايه، وعارف الناس دي بتتعامل ازاي. النهارده الموقف اتغير تماما، موقف النهارده عشان تاخد كاس عالم بيتعرض على الجمعيه العموميه للاتحاد الدولي، اكتر من 200 دوله بيصوتوا عشان يدوا لك تصويت، انما هي اتكلفتت بسرعه، قطر وروسيا بسرعه، هوب هوب هوب، وبلاتر التلات ورقات بتوعهم عملهم وخلاص خدوهم ومشيت. بعد كده البرازيل كمان نفس، عشان قاره تانية، انما الاثنين دول انا خايف، انا احساسي ان ايوه الناس كلها معتمه على قطر اليومين دول ومش عايزه تطلع ورق. ليه؟ من غير ليه؟ عبد الوهاب قال من غير ليه؟ طب بس احنا هنا دورنا نقول ليه؟ لا ونفضل نقول ليه؟ أنا مش عارف. بص في لعبة التعتيمة في الاتحاد، في الفيفا، الاتحادات الدولية، الفيفا، في انفانتينو، في مصالح كتيرة جدا، ممكن تبقى في مصالح اقتصادية، ممكن تبقى في مصالح خاصة، ممكن نواحي تنظيمية، إن قطر مشيت في مجالها وعايزين يدوا الشرق الأوسط وضعه، في حاجات كتيرة جدا ممكن تبقى في الاعتبارات اللي هي في القرار. إنما أنا شايف إن هما لغاية دلوقتي بيقول لك هنديها لقطر، مش شايف لا الإرهاب ولا التمويل الإرهاب ولا اللوائح الإرهاب ولا الكلام ده، مش شايفه. اللوبي الصهيوني قوي جدا، بيدعم قطر برضو. اللوبي الصهيوني اللي هو البنوك والإعلام، فلوس وإعلام، الاتنين دول لوبي يهودي، ودول عندهم، ودول موجودين في من أول أمريكا، كل العالم كله بيسيطر، مسيطر، فبالتالي بيوجه الإعلام زي ما هو عايز يعني. وقطر هي أداة، مش هنتكلم في السياسة كتير بقى، لا احنا ما بنتكلمش سياسة، أنا بتكلم في الكورة يعني. أنا بتكلم في كأس العالم. هو لو اتسحبت من قطر النهارده هتروح فين؟ هتروح أمريكا على طول، أمريكا ولا بريطانيا، لندن، إنجلترا، الإنجليز كانوا بيشتغلوا، الإنجليز بيشتغلوا وطلعوا، أو أستراليا، أستراليا كانت مقدمة وقتها، بس أمريكا خلاص 26 تقريبا، أمريكا خلاص تنظيم مشترك، أمريكا والمكسيك وكندا التلاتة مع بعض، ودي هتبقى مولد وصاحبه غايب كتير، مولد مسافات رهيبه. يعني احنا ما كنا في امريكا 94 عشان تتنقل من الشرق للغرب، بتتنقل من قاره لقاره تقريبا، وجاكت لاج، وفرق توقيت كتير جدا. روسيا برضو كانت كتيره قوي المسافات، كانت مسافتها كبيره جدا. ممكن التجهيزات اللي احنا بنعملها النهارده